الأحباب الكرام، كيف الحال؟ أخباركم طيبة؟ أكدوا لي الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله بالإخوة الكرام. هلا، مساء من غير لما بدا منك القبول، لما بدا منك القبول أخرجت من سجن الأسى. آي 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 آه ولست من قلبي تزول، ولست من قلبي تزول عند الصباح والمساء. آي 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 أنا موضوعي اليوم خطير الحقيقة. في واحد من الشباب من عندكم تعرفونه جيدا، أحد الـ وأنا سأبدأ معه حقيقة. تسمعوني يا الحبيب؟ السلام عليكم، أسمعك يا سعد. أنت ولد العاصمة رقم اثنين، يعني الحساب رقم اثنين، البديل اثنين، يعني الحساب الثالث. الحساب الثالث، نعم. من يحاربك من؟ والله يا أخي كما قال ابن كيران، ربما التمسيح والعفاريت. أنا شايف الحملة عليك قوية جدا، رغم أنك بادئ، يعني عادك يلا ما كملت يعني. طيب، ماذا، رجل ضعيف، لا أدري سبب هذه الهجمة وسبب السينية. البارح كان عندنا موضوع حول التعليم في المغرب وحول مسيرات الأساتذة في الشوارع، يعني موضوع بعيد كل البعد عن مواضيع الصراع والخلافات الشخصية، فكان لكن نصيبنا أن أحسن الله يسير هنا. اعتقد والله اعلم انك سبب المطارده لك انك تتطرق الى امور خطيره يا اخي، امور خطيره. انا حضرت لك لايف كان قويا جدا، كان معك كثير من الاخوه الاساتذه، ودخلتم في موضوع اماره المؤمنين وعلاقتها بفلسطين. سد المايك، انا ساقول مداخلتي اولا ثم بعد ذلك اتيح لك المجال، ولا تزعل مني. يعني انت اذا ما ادري انت متابعني من زمان، اذا انت متابعني من زمان يعني لازم يكون عندك صبر شويه وتتحمل الاسئله وتتحمل الاشياء الملغومه وتكون عندك مرونه. انت جاهز ان نختلف حتى عادي يا اخي ولد العاصمه؟ أنا جاهز حتى لجلدك يا أسعد. الله يهديك. ما دمنا إخوة، لما لا نختلف؟ مرحبا بالخلاف والاختلاف. جميل، أنا أكيد سأختلف معك لأنني جاهل في مسألة إمارة المؤمنين، يعني ربما سأكثر من الأسئلة وربما ستعتبر بعض الأسئلة أنت استفزازية، لكن هي ليست استفزازية بقدر ما هي نقدر أن نسميها أسئلة جريئة، جريئة من واحد باحث يبحث يريد أن يفهم. ما أنا ما لا أريد أن أتبنى، ما أستطيع أقول يلا إمارة المؤمنين وأنا مو فاهمها، عرفت؟ لكن أنت ربطت ربط خطير أمامي الآن. الصورة التي كانت في اللايف، أنت حاطط صورة الملك محمد السادس وكاتب إمارة المؤمنين وعلاقتها بالقضية الفلسطينية. إمارة المؤمنين وعلاقتها بالقضية الفلسطينية. وسمعت منك ومن دكاترة من الذين كانوا معك والأساتذة كلام خطير على أن هناك ربطا دينيا بين إمارة المؤمنين وبين القدس تحديدا والقضية الفلسطينية بشكل عام، أو القدس باعتبار أن الهاشميون الذين يحكمونكم العلويون لهم الوصاية على العتبات المقدسة وعلى القدس نفسها. وبالتالي أنا الآن احترت، لذلك أنا سجلت مقطع استغربت. يعني أنا الآن قناعتي أنه أي جنسية في الدنيا، أي جنسية عربية أو إسلامية، يمكن أن أتفهم أن يأتي واحد من مواطنيها ويقول أنا ما لي علاقة بالقضية الفلسطينية، إلا المغربي ليس له الحق أن يقول هكذا، وإلا سيكون
لا يفهم هذا الربط بين إمارة المؤمنين وبين فلسطين. يعني أنت تقول هناك ربطا دينيا وربطا روحانيا وخاص بالأوقاف، وأن هناك وصاية وإشراف مباشر. وهذا الكلام أيضا يدعيه أو يقول به الأردنيون، باعتبار أن ملكهم أيضا هاشمي ومن النسب الهاشمي. إذن يعني في ربط ديني بين إمارة المؤمنين التي تحكم البلاد وبين القدس، والملك مدير أو رئيس لجنة القدس. والنهج الملكي عندكم يقول أن فلسطين يعني قضية سواء بسواء مع القضية الأم عندكم، وهي قضية الصحراء. يعني تخيلوا أنه لا يقال عندكم الصحراء أولا ثم فلسطين، لا، ما قالوا هكذا، قالوا سواء بسواء. إذن كيف أفهم اليوم أن يأتيني مغربي ويقول أنا مغربي، يهمني يدعي الوطنية، طبعا هذا من تجار الوطنية، أنا مغربي، أنا مغربي، يهمني المغرب، ما لي علاقة فلسطين، إذا تريدوا فلسطين روحوا، روحوا أنتم فلسطين. يا أخي أنا لست أميرا للمؤمنين، وليس لي وصاية على القدس، أنت مغربي تحكم من ملكية لها علاقة مباشرة بالقدس. فلذلك من المعيب أن يوجد مغربي يقول أنا ما لي علاقة في فلسطين. إذن أنت لست ملكيا، أنت لست على نهج الملكية، وتطلع تقول لي الملك وملكي وملكي، وأنت في هذا القضية تحديدا أنت في وادي وملكك في وادي والنهج الملكي في وادي. فأنت يا أخي ولد العاصمة، والأساتذة الذي كانوا معك وهم مرحب بهم إذا يريدوا أيضا يطلعوا يناقشوك، سامحوني لي طالبين القسط 59 شخص، أنا فقط أكمل معه حواري ثم أتيح لكم المجال أنتم. أنت قلت عبارة ما أدري هل هي صحيحة، أن بقاء إمارة المؤمنين مرتبط بالقدس، فإذا انفصل هذا عن هذا ما عاد هناك أو ربما معنى لهذا الشيء. اشرح لي أنت على طبيعة العلاقة بين إمارة المؤمنين وقدسية القدس والأقصى الشريف، تفضل. طيب، السلام عليكم أسعد، وتحية لك وتحية لجميع الإخوة والأخوات الحاضرين في المنصة. طيب يا أسعد، أول شيء لابد أن نعود قليلا إلى التاريخ حتى نفهم يعني مؤسسة إمارة المؤمنين ومدى ارتباطها بالقضية الفلسطينية. وهنا لابد أن نستحضر يعني مكانة أو موقع اليهود المغاربة داخل الدولة المغربية منذ يعني عهد الأدارسة أخي أسعد. وربما كثير من المغاربة يخفى عليهم بأن أول من قتل يعني من قامت الدولة العلوية أو أحد أفراد الدولة العلوية في المغرب بقتله يعني في مرحلة من المراحل يعني ربما سنة 1660 هكذا، هو هارون بن مشعل يا أسعد. هذا هارون بن مشعل يا أسعد كان يهودي مغربي، وهو كان تاجر كبير في يعني مناطق تازة والمناطق نواحي تازة، وهو يهودي من أسرة يهودية، يعني ولد من أبي هارون في مدينة وجدة، وورث يعني هكذا ثروة كبيرة جدا. فظل يعني هذا الرجل يقيم يعني في مدينة وجدة، انتقل بعدها إلى مدينة تازة، واستغل يعني هكذا فرصة اللي كانت فيها نسمى زمن السيبة في المغرب، من أجل تكوين جيشين سيبة. ما هي سيبة؟ ما هي السيبة السيبة؟ هي الفوضى، زمن الفوضى، يعني كانت الدولة الحاكمة آنذاك في تضعضع، فالرجل حاول أن يسطو على الحكم وتأسيس أول دولة يهودية في المغرب. متى هذا الكلام؟ السيبة هذا باختصار هي سنة ألف المناطق، ستمائة وستون السيبة باختصار هي المناطق التي كانت لا تنتمي للمخزن، باعتبارها لا تؤدي الجزية، ما كتأديش الضرائب، خارج على التغطية ديال الدولة المركزية. كيف جزية؟ يعني أهلها ما كانوا مسلمين يعني؟ لا، الضريبة، كنقول لك الضريبة وليس الجزية، الضريبة، ضريبة. الضريبة كانت إما عن تمرد أو لا عارف، كانوا يمتنعون. هذا طيب، هذا معنى السيبة.
المعنى الذي شرحه الأخ يا أخي أسعد شرح مفهوم السيبة في العصور الحديثة. أنا أتكلم عن مفهوم السيبة أيام ضعف العصور الحديثة. أنا أتكلم عن مفهوم السيبة أيام ضعف الدولة الإدريسية، حيث كانت تواجه الأمويين القادمين من الأندلس وتواجه الفاطميين الشيعة القادمين من تونس ومن الجزائر. وتم يعني دخول الفاطميين إلى المغرب في هذه المرحلة، وأخذ آخر أمير يعني إدريسي بالمغرب، وتم سجنه مدة 20 سنة ليموت جوعا في السجن. فكانت الدولة الإدريسية في تضعضع. فنقول مفهوم السيبة في هذه المرحلة هو أن الدولة بدأت تفقد السيطرة على أركانها وفروعها، طيب وانتشرت المجاعة في هذه المرحلة. أنا لا أريدك أن تتشعب في السرد التاريخي، ادخل لي في النقاط الزبدة يعني في طيب يا الأمور. سعد، أنا لا لا بد أن أذكر بأن أول يعني أحد قادة الدولة العلوية المسمى بالشريف الرشيد، هذا من الأسرة العلوية، خرج وجمع معه بعض الطلبة من حفظة القرآن، وقام بالهجوم على هذا اليهودي الذي كان يحلم بإقامة مملكة يهودية في المغرب وقتله. الآن بالعودة إلى التاريخ أخي أسعد، لأن الأطماع اليهودية في المغرب ليست جديدة، أيوة، لأن لحظة 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 لحظة، نعم أنت هنا، أنت هنا الآن فتحت ملف آخر. أنا سمعت هنا ناشط في التيك توك اسمه عزيز هناوي أو هنداوي هكذا، يعني يتحدث عما في الكتب المقدسة لليهود من أن أنهم يعتبرون في عقيدتهم أن المغرب أرض يهودية، وحتى أنه أيام هرتزل عندما كانوا يبحثون عن موطئ قدم للكيان الصهيوني هذا قبل أن يتم تحديد فلسطين، كانت المغرب مطروحة أن تكون بلدا ومأوى ودولة لليهود، يعني كان من المخطط يوما ما أن تكون إسرائيل هنا في المغرب. فهذا موضوع القضية بفلسطين والقدس. الفلسطينية. أيوة طيب هذا ما كنت أريد أن أذكر أخي أسعد، بأن قضية أن تكون المغرب هي أرض إسرائيلية أو أرض يهودية أو مملكة اليهود كما يسمونها، هذا حلم قديم عند اليهود حتى قبل طرح قضية فلسطين كموطن لهم. ووردت في عديد من كتب حاخامات بني إسرائيل أنهم كانوا ينوون إقامة دولة يهودية في المغرب. على فكرة عفوا إذا قاطعتك كثيرا، أنا مرة في وجدة واحد والله مغربي لا أدري هل هو يهودي، يقول لي المغرب أرض يهودية، وأنا أقول له يا أخي استحي على دمك، ويقول لي المغرب أرض يهودية، يعني ربما حتى أن بعض المغاربة يحمل نفس المعلومة المغلوطة هذه ولا كيف؟ شوف يا أسعد، لفهم كلمة أن المغرب أرض يهودية لا يمكن لأحد أن ينكر بأن من سكن المغرب قبل مجيء الإسلام هم اليهود والنصارى، أنا نقول النصارى المسيحيين، اليهود والمسيحيين والمجوس كانوا هم سكنة المغرب الأصليين يا أخي أسعد. وحتى إذا رجعنا نبحث في التاريخ عن أصل اليهود في المغرب، هنا اختلفت الروايات. البعض قال أنهم جاءوا من اليمن وهم فصيل من يهود حيمر الذين كانوا في اليمن. حمير حمير حمير، نعم حمير. يا جنة يا جنة، احنا واليمن، قلت والله والأمازيغ. يا أسعد، في لحظة روايات تقول بأن اليهود قادمون من اليمن، يا أخي، لا يعني سبب تبالغ. البلاء الذي جاء للمغرب من عندكم يا أسعد، تفضل. أرجوك لا تحملنا هذه الفرية يا أخي، يا ولد العاصمة الله يرحم والديك. قديما قديما درسوكم في المناهج أن أمازيغ تعود إلى مازيغ القادم من اليمن عبر الحبشة، ثم ألغيت من المناهج وقالوا لا، الأمازيغ ليسوا عرب. وبعد ذلك قالوا العرب أو اللي يسمون في سمانة عروبيين أنه أصولنا من اليمن، قالوا لا، أنتم من الحجاز، رغم أن الحجاز نفسها هي يمنية. أما تقول لي أنه اليمن اليهود قدموا من اليمن للمغرب، هذه لا أرضها صراحة، وأنا أرفضها رفضا قطعا. اليهود اليمنيين كانوا متشبثين، لم يذهبوا إلى أي مكان إلا إلى الكيان هذا. تفضل. طيب يا أسعد، سوف آتيك إن شاء الله بالمصادر التاريخية التي تقول، لأن أنت الآن قبلت أن يكون قبائل عربية يمنية أتت للمغرب، حين نتكلم عن قبائل حمر وقبائل عبدة والنواحيها، يعني قبلت بالمسلمين ولم تقبل أيضا باليهود. هنا يوجد تناقض أخي أسعد. على العموم حتى لا نتشعب كثيرا ونبتعد عن الموضوع، كان هذا هرتزل المؤسس الأول لإسرائيل،
كان يعلم بأن المغرب هي أرض تسامح، واليهود كانوا يعني نسبتهم كثيرة جدا، خصوصا بعد سقوط الأندلس كل يهود الأندلس قدموا إلى المغرب، وأغلبهم استقر بمدينة فاس، وكان يمتهنون التجارة، وأي مسألة عندها علاقة بالمحاسبة وبالحساب وهذه المسائل كان يشتغل فيها اليهود. وضعيتهم داخل الدول التي تعاقبت على حكم المغرب كانت مختلفة، لكن فترة المارينيين كانت أزهى مرحلة بالنسبة لليهود، لأنهم تقلدوا المناصب، أصبحوا يعاملون كمواطنين، أصبح يعني لأن من قبل في الدول التي سبقته كان يفرض عليهم مثلا لباس معين يخالف لباس المسلمين، أماكن لا يمكنهم الوصول إليها، كانوا يسكنون خارج المدن ولا يسكنون داخل المدن مع المسلمين إلى غير ذلك. كانوا لم يكونوا مواطنين بمعنى مواطنين سابقا. نعم، كانوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى حين عهد المارينيين، هنا يعني أخذوا الكثير من الحقوق وتقلدوا عدة مناصب. أول اقتراح يا أخي، هناك اجتماع يعني أو هكذا نسميه مؤتمر عقده يهود العالم، يعني أنا أنسى السنة بالضبط، أنا لا أضبط السنوات أخي أسعد، لكن هذا المؤتمر كان يتزامن يعني مباشرة بعد اكتشاف النفط في الجزيرة العربية، وكان هذه السنة بالضبط هناك مؤتمر يعني مدته سنتين أو ثلاثة يا أخي أسعد، وكان يترأسه رئيس وزراء بريطانيا في هذه المرحلة، وكانوا يضعون مقترحات أين يمكن أن نجمع اليهود في موطن حتى يتخلصوا منهم من أوروبا. فالأماكن التي يعني كانت مطروحة يعني ليس حبا في اليهود عطوهم بلد، هم يريدوا يتخلصوا منهم أصلا. لا يا أخي أسعد، هم يعلمون بأن اليهود شعب يستحيل أن يندمج داخل العاصمة. دقيقة يا أبو الهيثم لو سمحت، دقيقة خليه يكمل لو سمحت. لا أخي، ركز على المؤتمر الذي تكلم عنه، هو مؤتمر باطل. إذا سمحت لي يا أبو هيثم، الرجل يتحدث. خذ راحتك، لان احنا ما طلعناش نجلسوا نتصنتوا هنا القصه نتاع كسكسو واش سي. لا يكمله ثم تبدا. شكرا، بارك الله فيك يا ودي يا استاذي. اخي ابو الهيثم، اخي واستاذي، لو تريد يعني المداخله لا باس، انا اتوقف وتكمل، ما كاينش فرق بيننا اخي ابو الهيثم، لا يوجد اي مشكل، لو تريد ان تتفضل مرحبا. اوكي تفضل ما دام عطاك. قلت لك مؤتمر بازل 1887 و87، مؤتمر بازل اللي ركز على المغرب وأوغندا وفلسطين أين سيجتمع اليهود، مؤتمر بازل 1800، هذا الشيء اللي بغيت نركز عليه بالسلام. أيوه، ما هي البلدان التي طرحت كمقترح أن يكون وطنا لليهود غير فلسطين؟ المغرب وماذا؟ وأوغندا في أفريقيا، أوغندا والأرجنتين 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 والمغرب والمغرب، أربع دول، الأرجنتين وأوغندا. نعم اوكي تصحيح جميل. حتى ليبيا في وقت من الاوقات طيب طيب كانت يا استاذ عاصم، انا اشوف في هجمه على اللايف الان، بيعلقوا تعليقات مسيئه وانا ما عنديش مشرف. انا اريدك اولا ان تلمحوا، انتم كمتداخلين لمحوا ولا تصرحوا. انتبهوا من ذكر الصوص الصهي هذه. طيب الامور طيب. هذه وحتى كلمه ياهو قولوا ياهو او شيء بدون ما المهم يعني لمحوا ولا طيب. تصرحوا. الفكره وصلت. وادخل لي في الموضوع اماره المؤمنين وعلاقتها بفلسطين، انت التوطئه طالت، طولت انت في التوطئه. اخي اسعد، لا بد من ذكر هذه المسائل. لماذا؟ لاننا قبل ان نتحدث عن اهميه القدس بالنسبه لنا، لابد ان نذكر بان المغرب تعرض لعده مؤامرات ومحاولات لاسقاط نظام حكمه لاقامه دوله تابعه لهذا الكيان، حتى نكون واضحين. ابو الهيثم تسمح لابو الهيثم يتداخل معك ايضا ولا يسالك ولا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، خلاص انت متاح يا ابو الهيثم في اي وقت تريد، افتح وتداخل مع الاخ ولد العاصمة أساتذتنا الكرام. تفضل وادخل لي في الموضوع، أنا يهمني على أمير المؤمنين إمارة المؤمنين وعلاقتها بفلسطين والذي لا يفقهها كثيرا من المغاربة. طيب يا أسعد، أنا أريد أن أسألك الآن حتى أبني على ردك، هل سبق لك وسمعت أن إيران تتحرش بالأردن أو تحاول إسقاط النظام الأردني في مقارنة لعداء إيران للمغرب؟ لا، ولا للمغرب، ولا حاولت حتى إسقاط المغرب. لا 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 لا، في المغرب كانوا مخططات
لأن فقط قيادة البوليزاريو كانت تتدرب في إيران، وكانت تتدرب عند حزب الله، وكانوا قيادات من حزب الله يأتون إلى الصحراء الجزائرية لتدريب المرتزقة. طيب، ما الفرق يعني بين الآن أوضح لك أخي أسعد الفرق. شوف يا أسعد، الآن في العالم الإسلامي هناك 3 دول محورية، 3 دول تشكل الأساس يعني داخل جميع دول الإسلامية الآن موجودة على وجه الأرض، هي المغرب والأردن وبلاد الحرمين. بلاد الحرمين لأن فيها مكة والمدينة، وهي قبلة المسلمين، وهي تبقى رغم كل الانتقاد التي يمكن أن نوجهها لها المكانة الكبرى في قيادة الدول الإسلامية. هذه أول دولة. ثاني دولة هي المغرب والأردن. لماذا أخي أسعد؟ لأن الأردن حكامها ينتمون إلى بني هاشم، هم من الأسرة أو من الدوحة النبوية، هم أحفاد النبي صلى الله عليه يا وسلم. أخي، إذا كان كذا الحوثيين يدعون أنهم يعودون إلى بني هاشم، والإيرانيون سعد، يدعون أنهم الادعاء من أهل كل البيت. يدعي وصلهم بليلى. الحوثيون أصلهم من إيران، والإيران مجوسيون، وأهل البيت ليسوا بمجوس. حتى الخامنئي يدعي نسبته إلى بيت الله، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى كان سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس ومن غير العرب؟ حتى نكون واضحين، الأسرة الهاشمية في الأردن لديهم يا أخي شجرة ثابتة لا ينكرها أحد، كما أن لنا في المغرب طيب، ومن شجرة. متى من متى من قال أن الهاشمي له الحق في الحكم؟ من؟ من شروط الحكم يا سعد، يا أسعد، فين؟ أن فين؟ يكون قرشيا. عندكم هنا؟ نعم، من الشروط التي وضعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت الخلفاء، يعني كان الشرط أن يكون الحاكم، يعني قالوا للصحابة: منكم الأمراء ومنا، أنا لا أذكر القول يعني بالضبط، أن هل القرشية شرط من شروط الحكم يا أسعد. أتم أن أبو الهيثم يتدخل هنا بعد مداخلتي. يعني أنا الذي أفهمه من الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليؤصل أن يكون الحكم في الأسرة. لو كان كذلك أن النبي جاء ليؤصل أن تحكمنا أسرته، حتى أسرته هو ومن سيأتون من نسله، ربما لما كفر أبو لهب. أبو لهب من آل البيت، كان بقي آل البيت أبو لهب، وربما ينوبه أن يكون حاكمنا في يوم من الأيام. أبو لهب هو هاشمي، ومن الدائرة القريبة جدا، يعني عم النبي، عمه. فأنا ما أدري هل هذا يعني قانون يلزمنا نحن المسلمين أنه لا بد من يحكمنا أن يكون هاشميا. طيب، من يحكمون الناس؟ آل السعود ليسوا هاشميين، وليس لهم علاقة بالهاشمية، وهم يحكمون نعم. آل البيت، وهم يحكمون آل البيت. كيف نفهم هذا الموضوع؟ طيب أخي أسعد، أنا أجيبك. شوف يا أسعد، جمهور أهل العلم أن الأئمة من قريش، القرشية هي شرط من شروط خلافة المسلمين. هذا بإجماع العلماء. قد تعود للمواردي في الأحكام السلطانية يتكلم على أن أحد شروط الخلافة هو الشرط السابع: لا بد أن يكون النسب قرشيا، لأن هناك نص في الأمر أخي أسعد. أنا لم أذكر القول، يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قدموا قريشا. القرشية هي شرط من شروط أخي أسعد انعقاد الخلافة. يا أخي، أنا سمعت، إحنا لسنا في إطار خلافة. أنا سألت هذا السؤال أحد المشايخ الكبار، قال هذه كانت في سياقها، في يومها، في حقبتها الزمنية. الأمراء من قريش أو الحكم في قريش كان في وقتها. اليوم إحنا في زمن غير الزمن مثلا، ما أدري هل لا زالت هذه القيمة قائمة إلى الآن، الله أعلم. بس لكل بلاد خصوصياتها. ادخل لي في موضوع إمارة المؤمنين. لا، قبل أن ننتقل يا أسعد، النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطبنا كأمة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فتفضيل قبيلة قريش هذا وارد يا أخي أسعد في السنة. فحينما نشترط القرشية، هذا شرط النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به يعني الخلفاء الراشدين ومن كانوا معه. إذن هذه المسألة ديال أن الخلافة في قريش هو أمر نبوي، وهو إجماع العلماء أخي أسعد، يعني ماشي مسألة مستحدثة، وكان يخاطبنا إلى آخر الزمن. طيب، اوكي نعود للموضوع الآن. أنا أعود إلى موضوعي. الأردنيون هاشميون والمغاربة علويون. لا أقصد هنا أنهم علويون المذهب، بل هم علويون من حيث الشجرة.
علويون يعني نسبة الأردن إلى علي. إلى علي بن أبي طالب. إلا أن الفرق بين المغرب والأردن أخي أسعد أن الأردن يعني من سلالة الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكل إنسان يعني متتبع للشأن الديني يعلم بأن الحسين عند الشيعة هو إله، لا نقول نبي بل هو إله، يعني يصرفون له كل العبادات. العلويون هنا ينتسبون إلى الحسن وليس إلى الحسين. العلويون ينتسبون إلى الحسن، وهذا ما يفسر العداء الإيراني للمغرب، لأن الحسن عند الشيعة يعتبرونه خائن للرسالة لأنه بايع معاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين. وهنا يتحقق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ابني هذا، يعني الله عز وجل يعقد على سيد يديه صلحا يحقد يعني دماء المسلمين. ان ابني هذا سيد، اي وسيجمع الله بين على. نعم، طيب فالآن يا اخي، حينما انا نبحث عن لحظه يا ولد العاصمه، الاخ ابو الهيثم اذا تريد تتداخل تستطيع ان تفتح متى ما شئت. والله تحية للجميع سيدي ادخل السيد سعد. ادخلوا لي يا جماعه، ادخلوا لي في الموضوع علاقه جميل اماره جميل، المؤمنين أرض بفلسطين. العاصمة عندنا غير سيصيبنا بالتيهان كما أصيب أهل اليهود، لأن غيبقى يضربني في الشرق والغرب ويدخلنا في الاقتصاد والسياسة والتاريخ والجغرافيا والعلاقات الدولية. هون هون عليك يا رجل، ما بك يا ولد العاصمة حبيبي حبيبي لأهل الاختصاص. خد سؤال طرحه السي أسعد، قال لك إمارة المؤمنين والقضية الفلسطينية، انتهى الكلام. اش غتدخلنا انت في الخماسي والسداسي وتبقى تجمع لنا هذا وهذا وهذا وانت ما فاهم حتى وزه؟ اصبر علينا صاحبي، اصبر صبرا صبرا جميلا يا ابن العاصمه الله يرضى عليك. اتلفتني انا، ما عرفت راسي واش مغربي واش مشرقي واش يماني واش ايراني. لا الخلافه خص الحكم لصالح واحد الراجل صالح في هذه الامه، خصو يحكم الامه. اذا كنت صالح تقدم، انتهى الكلام. اما تقولنا القرشيين دابا حنا رجعنا نازيين هنا، الطرح ديال هتلر خصو تكون نازي باش نحكم البلاد. جميلا يا سي ولد العاصمه الله يجزيك. لهذا اقول انا علاقه القضيه الفلسطينيه بالمغرب هي قضيه مركزيه. خطاب الملك، خطاب جلاله الملك، اي خطاب؟ لا يا ابو ابن الهيثم، دقيقه اطرح لك ماذا قال ولد العاصمه في لايف السابق. يقول أن هناك ارتباطا دينيا بين إمارة المؤمنين والقدس، وأنه لا ينبغي أن ينفك أحدهما عن الآخر. ديني دين، يعني الدين القضية عقائدية دينية، ويجي لك مغربي يقول أنا ما لي علاقة في فلسطين. علق لي على هذا، مو قضية خطاب الملك، يعني من قبل لا هذا الملك اللي رجع له خطاب الملك، خطاب مركزي باش ننتقل العلاقة فلسطين بإمارة المؤمنين، لأن خطاب الملك يساويها بالوحدة الترابية، وهذا أمر مهم ومهم جدا. عندما تصبح القضية الفلسطينية هي ثابت، اليوم القضية الفلسطينية هي ثابت من ثوابت الدولة المغربية، تدخل في ثابت الوطن. ثابت أيه، تدخل في الوطن في الثابت الثاني، في الثابت الثاني. لحظة لحظة يا أبو الهيثم، أنت الآن أنا تريدك عمي الآن، شرح. اصبر اصبر اصبر، خلني أمشي معك خطوة خطوة، لأنك الآن مثل ولد العاصمة. بصراحة فيكم جرأة عجيبة وتقولون كلام الناس كلهم سينصدمون. القضية الفلسطينية إحدى أو أحد ثوابت المملكة المغربية؟ داخلة في الثابت الثاني، وهو كن الله الوطن، هي داخلة في الوطن، داخلة في هذا الثابت الثاني، لأنها طيب واحدة. طيب انتو المغربي الذي يقول انا لا علاقة لي بفلسطين، انا مغربي فقط ما لي هو علاقة. اصلا يضرب في ثوابت دولته يا استاذ، هو يضرب في ثوابت دولته، لان الملك يقول ان القضية الفلسطينية مثلها مثل الوحدة الترابية. وما هي الوحدة الترابية؟ تدخل في الثابت. اوكي، ارجوك سامحني ساقاطعك كثيرا، ارجوك بس خلي نفسك طويل معي، افهم منك حقيقة. الان المغربي الذي يطلع ويقول أنا مغربي وتهمني المغرب ولا علاقة لي بفلسطين، اذهبوا أنتم قاتلوا في فلسطين، هذا يخالف النهج الملكي ويضرب في ثابت من ثوابت الأمة. بكل تأكيد، أنا رياضي، مفهوم الحساب، معادلة بسيطة ديال الابتدائي يا أستاذ أسعد. اسمع، ملك البلاد يقول، وهو أمير المؤمنين رئيس بيت المال القدس،
رأس لجنة القدس، اسمعش كيقول إن القضية الفلسطينية، هنا عملية تساوي، ينزلها منزلة الوحدة الترابية. يعني فلسطين هي كأنها الوحدة الترابية، كأنها التومليلية، كأنها الجزر الجعفرية، كأنها الصحراء الشرقية والمغربية، كأنها الحدود الحقة. فلسطين اليوم تنتمي إلى المجال الترابي المغربي، وأنها جزء لا يتجزأ من الحدود الحقة بتاع المملكة. فلسطين تنضم إلى الوجود الترابي المغربي. سيدي، هادشي هذا ما تعرفوش لأنك هل انت يمني. طيب، لا، أنا يمني، نعم، لا أفهم هذا الكلام حقيقة، وأنا أحاول الآن أن أربط ما قاله ولد العاصمة. إذن هناك بعدا دينيا عقائديا في الموضوع، ما هو قضية شعار. بكل تأكيد سيدي، بكل تأكيد، ومن يزايد على هذا الأمر فإنه لا يعرف أصلا ثوابت من المملكة دياله. ما كيعرفهاش يا شيخي، يا شيخي راه ما يعرفش المملكة ديال الثوابت ديالها. ما هو الوطن؟ الوطن هو الأرض، هو التراب والشعب. لهذا تجد يا أستاذي، سأعيد، هو لهذا تجد العديد من الأسر الفلسطينية، وفي فلسطين وفي غزة وفي القدس، عندها انتماء جغرافي كما يقول سي أحمد أوي حمان. وجاءت الأستاذ عائشة الصالحي والعائلة العالم، جاءوا إلى أسرهم وعائلتهم هنا في المغرب يا أستاذي. طيب، السؤال، أنا عندي سؤال خطير وأريد منك أو من ولد العاصمة أن يرد عليه. ما دام أن دقيقة سعد، ممكن تعليق قبل السؤال؟ تعليق، علق، تمام. طيب أخي القرش، الآن يعني أنا كنت أريد أن أترك النقاش يسير، لكن لا بد أن أبين نقطة محددة. ذكرت أنني أخبط خبط عشواء وأجمع المشرق بالمغرب، وأننا لا نؤمن أن تكون لدينا دولة فاشية حينما نحصر الحكم في القرشية. أول شيء أخي القرش، أنا حينما ذكرت، أنا ذكرت إجماع العلماء، لم أتكلم من عندياتي. الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم نقل إجماع الصحابة والعلماء في عصره على أن القرشية أحق بالخلافة من غيره. أنا ما كنت أتكلمش من عندي أخي أبو الهيثم. اوكي، هذه تجاوزها، هذه تجاوز هذه. نقطة انتهينا منها، حتى نكون واضحين أخي أبو الهيثم، اوكي، يعني لا مزايدة في هذه المسألة هذه. خلاص خلاص، الآن خلينا نخرج من تفضل. هذا السرد التاريخي. طيب، أنا أسألك أنت وأسأل أبو الهيثم، بما أن هناك بعدا دينيا أو ربطا دينيا بين إمارة المؤمنين وفلسطين، بعد روحي، بعد نقدر نسميه عقائدي، يعني ستفقد، أو كما قال بعضكم، ربما تفقد أهليتها إمارة المؤمنين إن تخلت على فلسطين. يعني لو يطلع أمير المؤمنين الآن أو الملكية تقول نحن تخلينا عن فلسطين، ما لنا علاقة ونفضنا أيدينا، هنا قد أخلت بمشروعيتها، إنجاز التعبير. طيب، ما دامت بهذه القدسية وأنها ضمن الثوابت، لماذا يسمح لمتصهينين ومتصهينين مغاربة أن يقدحون في فلسطين ويطلعوا في التلفزيون ويذهبون ويسرحون ويمنحون وينتقصون، بل ويتغنون بالكيان الصهيوني نفسه المحتل؟ لماذا يسمح لهم؟ سأجيب السي ولد العاصمة، راك عزيز وغالي، حاول الرسالة تفهمني يا ولد العاصمة، في ما شاء الله الحمد لله ماشي هو تزايد عليك أو لا محاولة، غير فهمني الله يخليك. سي أسعد، هذا السؤال هو سؤال جوهري، ومن خلاله تؤكد بأن هذه الدولة بقيادة ملك البلاد. تسمعني يا سي أسعد ولا عاوز وجهك؟ أنا معك، أسمعك، نعم. اسمع لي الله يخليك، هو أنها دولة ديمقراطية، هي دولة المؤسسات، تؤمن بالحرية. والسؤال ذاك العبيط ديال الجزائري عندما قال لماذا المغرب هو اليوم مرتاح وما فيه شي ثورة وما فيه شي، فليعلم بأن هي دولة المؤسسات، تؤمن بالرأي والرأي الآخر، تؤمن بأن الديمقراطية هي الحل الوحيد، هي الحل الوحيد فيها الدولة من أجل. لكن الثوابت يا ابن الهيثم، يا ابو الهيثم، لا تدخل في الحريات، يعني هذه ثوابت. لو تركنا ان يعبث بالثوابت، لا، الديمقراطية لك ديمقراطيتك، ان تختار ممثلك، ان تقول رأيك في اشياء، لكن الثوابت ثوابت، انتم تسموها ثوابت وطنية لا يتم العبث بها. هو رأي ويقول أنا لا دخل لي ولا يضرب فيها، هو لا لا يعارضني. يضرب، لا لا عندكم من يضرب،
ويقول انا ما لي علاقه في فلسطين، طز فيها. هو يا ابن نفس الشيء، سأعطي لك مثال يا شيخ. هو ذاك الملحد الذي لا يؤمن بالله، هل سنفرض عليه لكي يؤمن بالثوابت أن يكون مسلما خالصا؟ يعني أبدا سيدي. عندكم من ينكر فلسطين، خلاص انكر رب العالمين، قدوا ملحد، نعتبره ملحدين. لا، أنت قلت يضرب في الثوابت. ما دام الثابت الأول هو الله، وهذا الإنسان لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، هل هو يضرب في الثوابت؟ الحرية الشخصية، الحرية الفردية هي حرية مقدسة قبل كل شيء. إن لم نصنع إنسانا حرا، إنسانا حرا يا سيدي، فلا يمكن له ولا يمكن لنا أن نخلق معه نقاشا أبدي كيفما كان هذا الطرح. الحرية قبل كل شيء. يا أستاذي، هل أردتم أن تصنعوا لنا أصنام؟ قول لا. يا سيد أسعد الشرعي، أنت إنسان عايش في إنجلترا وتعرف معنى الحرية والديمقراطية، وكتقول لي ينبغي علينا أن نضع أصناما وعبيدا؟ عيبا عيبا شيخي. لا، أنا لم أقل ذلك. أنا أتساءل الآن، أنا لست طرفا معك، أنا أتساءل معكم حول فهمكم يا أخي. أنا ما فاهم والو، والله ما فاهم والو يا أخي ابن الهيثم، وأحاول أن أفهم أستاذ قدر صلاح، المستطاع. احنا نجاوبه، كاين ولد العاصمة هنايا، كاين أنا هنايا. طيب خلوني أطلع مجموعة أخرى دقيقة يكونوا معكم، اصبروا شوية. طيب دقيقة أخي أسعد، أقول لك شيء. تفضل تفضل قول. شوف يا أخي أسعد، حتى نسهل الأمور على الناس، أنا الآن أعطيك أخي أسعد مثال. الآن لنفترض أن أسعد الشرعي توفاه الله، والموت يعني يا أخي كلنا لا تفترض شيء سنموت. الآن، الله يهديك، مسرع بالله مسرع عليك كلنا سنموت، أخي، قل إن الموت لا الذي تفول علي، الله يرحمه. تفرون منه ملاقيكم. الله يهديك يا أسعد، طيب تحب نقول أبو الهيثم؟ نلقى مشكل مع القروش. طيب خليني أفترض أن أسعد توفاه الله. طيب يا أسعد، وتركت منزلا في المغرب ومنزلا في بريطانيا، من هم الناس الأحق بالحفاظ على هذا المنزل والدفاع عليه؟ عيالي عيالك. ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تشد الرحال إلا إلى مسجدي هذا، أي المسجد، إلى المسجد النبوي، ومسجدي هذا أي المسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هنا تعرف مكانة المسجد الأقصى، فأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم هم أحق بالدفاع عنه من غيرهم. المملكة المغربية يا أخي أسعد، لحظة بقيادة لحظة لحظة جلالة لحظة الملك، لحظة لحظة تفضل. لحظة لحظة شوف، أنا اسمعني يا أبو الهيثم، اسمعني يا أبو الهيثم، وافهم هذا الكلام. أنت شخصيا أبو الهيثم لازم تفهمه جيدا. سد المايك يا أخي اللي فوق، من طلع الأخ اللي لا يوجد نقاش جزائري اليوم، نحن في شأن المغربي، والصباطيون لا يفهمون هذه المعاني الكبيرة. خلونا في موضوع آخر. أنا سميتهم صباطيون، الصباطي هو التبوني إذا خلطته مع بعض ال بالدموع يا ودي يا سعد، هذا الصباطي طيب احسنت اليوم هذا مصطلح جديد، إذا خلطت التبوني المغربي، لأنه اتضح أن عندكم تبونيون يا مغاربة، حتى بينهم تخادم الآن مع تبوني الجزائر. إذا خلطت التبوني الجزائري والتبوني المغربي يطلع لك صباطي صباطي مليح. أسعد، أنا لم أرد بعد على قضية لا 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 الناس لحظة، الذين أنا سأطرح لك وعلى عبد الله والأخ اللي معانا والأخ أبو الهيثم، لأنه شوف أنا والله العظيم، إذا كان الملوك مثل ملوككم، أنا أتمنى ملك في اليمن مثل الملك محمد السادس، ويكون ابن من ما كان، المهم بهذا الخلق وبهذا التواضع وبهذا النجاح وبهذا السمت، والله ما أتمنى، أقسم لكم بالله، بغض النظر. لكن مثلا أنا كيمني، افهمني يا أبو الهيثم في هذه الجزئية مهمة جدا. يا أخي طنجة، وقف ميكروفونك، خليني أنزلك يا أخي، لأنه يبدو بتزعجنا، وأنا بصراحة اللي ما يقدر يسيطر على الميكروفون عنده مشكلة. مثلا عندي أنا، وطبعا الحمد لله الهاشمية في المغرب سنة، بينما هاشمية اليمن والذي نحن ننكرهم أصلا، لأنه أنتم عندكم علم الأنساب ما زال قائما، علوية ليس هاشمية. حسنية، حسنيون، إلى الحسن بن علي وليس إلى الحسين، المهم أنهم سنة، سنة هو هاشمي يا أخي. في الأخير أنت تقول علي، وعلي من أين؟ لا، وعلي من أين هو؟ أنت يجب أن تفرق بين علوية المذهب وعلوية الأصل. يا أخي النسب، علوية النسب المذهب لا. النسب النسب أنا أتكلم نعم، عن النسب، النسب العلويون هاشميون بالضرورة،
أنهم يعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نبي هاشمي. أنتم عندكم علم الآن سبق لشيء مضبط مضبط ومحكم، يعني أنتم ما شاء الله المغربي يستطيع أنه يجيب اسم الملك وأبو الملك وجد جد 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 إلى ما أدري كم، ما شاء الله عليكم في هذا الجانب. فبالتالي الأمور عندكم مضبطة، أنتم متأكدين أنه ملككم فعلا يعود إلى العترة النبوية وكذا. أما أنا يطلع لي حوثي، حوثي أيضا يقول أنا هاشمي هاشمي ويقول لك الحسين جدي، وعلى هذا الأساس أنا عندي حق إلهي أن يحكمك على أساس سلالي. لذلك مثلا إحنا المشارقة يعني نتحسس من مسألة أنه نحكم بهذه الطريقة، نحكم بهذه الطريقة. فيعني إذا أنا سألت كثير اعذروني لأنه أنا مو مغربي، أنا مو مغربي وأحاول أن أفهم بعقليتي المشرقية، بعقليتي المشرقي. أنا عندي سلالة سموا أنفسهم من آل البيت وأنهم هاشميون، قتلونا ذبحونا سبوا نساءنا ما تركوا شيء إلا وفعلوا، يقتلني فقط لأنني يسميني من تبع معاوية بن أبي سفيان. إلى اليوم، إلى اليوم داخل صنعاء، أنا ما استطعت أن أذهب إلى اليمن منذ 11 سنة خوفا من هؤلاء الهاشميين، خوفا من آل البيت، خوفا من آل البيت في اليمن، لأنه إذا سرت أنا عندهم داعشي تكفيري من يزيدي، يزيدي من حق يزيد بن معاوية، سيقتلوني طوالي بدم بارد. فلذلك أنا أحاول أنه نفهم منكم، أنا عارف أن الموضوع شائك وكثير من المغاربة يخاف أنه يدخل في هذا المجال، لكن الأصل أننا نفهم، لأني والله اكتشفت أنه حتى في مغاربة لا يفهمون إمارة المؤمنين ولا هم دارين بشيء. وأقسم لكم بالله أنني نسقت مع دكاترة قالوا لي هذا ليس اختصاصنا، وهو دكتور بيقري الناس في الجامعة علوم سياسية أو علوم ما أدري أي شيء، ولما أقول له يا أخي أنا أريد أفهم إمارة المؤمنين فهموني، يقول لك يا أخي في ناس مختصين يعدون بأصابع اليدين في المغرب هم الذين يفهمون هذا التعقيد. ليش تعقيد؟ فين التعقيد يا جماعة؟ نفهم، نفهم يا جماعة، ليس عيبا أن نفهم. فهموني وتفضلوا، أنتوا تجاذبوا أطراف الحديث بطريقة متتالية. تفضل يا أبو الهيثم ثم عبد الله ثم نعود إلى ولد العاصمة. المدخل أعطيها لعبد الله من الدقيقة ورجع. أنا سي عبد الله تفضل أيها الطيبة. أسعد دقيقتين أنا في مقطع. تفضل يا عبد الله تفضل، جابك الله تفكني من ابو الهيثم شدوا لي راه بغى يحقر عليا اليوم. المهم ابو الهيثم صراحه ابو الهيثم شديد جدا ابو الهيثم. لا لا هذا عبد الله الذي يعرف له اخي اسعد، انا انسان مسالم. ايش العلاقه بين عبد الله، ايش القروش هذه؟ انا ما فاهم القروش والو، انا ما فاهم والو والله. هذا تنظيم دولي، هذا تنظيم دولي يا اسعد، لديهم خلايا في جميع يعني مدن العالم حتى في المريخ لديهم فروع. القروش هي تلك المجموعه عندما كان صعصع التيك توك صديقك الوفي كان يخون مجموعة القروش اللي قال لك هذوم هما الحوثيين اللي عندكم في اليمن. أخونا العزيز الطيب الكريم سي ياسر كولايور، مشي 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 اقفز 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 اذا بدقيقة وارجع يا اقفز 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 اقفز. شوف اسعد انت الان ذكرت ان بعض الاصوات المغربية يعني تتكلم وتعلن جهارا نهارا على انتمائها للكيان، لهذا الكيان والدفاع عنه. شوف يا أسعد، انا اعلم انك الان تحاول ان تتكلم عن ابن عمك الشرعي، اليس كذلك؟ اعوذ بالله، ليس ابن عمي. المهم استمعتم في النسب، ليس مهم. هذا احمد الشرعي، شوف يا أسعد، هذا احمد الشرعي هو اسرائيلي، هو اسرائيلي. هذه الجريدة التي نشرت المقال كلنا كذا كذا هي جريدة إسرائيلية، هي تبعه، هو مالك لهذه الجريدة يا أسعد. كثير من الناس أورشليم، نعم أورشليم استراتيجيك، هي 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 مجموعة من مجموعات هذا الرجل. هذا الرجل عنده جلوبال ميديا وعنده صحيفة الأخبات المغربية، وحاشا لله أن تكون الأحداث المغربية، عنده إذاعة ميد راديو، عنده عدة، عنده واحد الأسبوعية لوبسيرفاتوار دو ماروك، عنده العديد يا أخي أسعد من المجلات. هذا الرجل حينما أسس هذه الجريدة الإسرائيلية، أتعلم يا أخي أسعد من في هذا طاقم هذه المجلة؟ اسمعني جيدا، هذه المجلة في موقعها الرسمي تؤكد بأن هذه الجريدة كتشكل أساساً من مستشاري الأمن الرسمي،
تؤكد بأن هذه الجريدة كتشكل أساسا من مستشاري الأمن فيها عدد من العسكريين والسفراء السابقين. والمصيبة أن رئاسة التحرير يتولاها عيران ليرمان وهو نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجيات والأمن وهو النائب السابق لمستشار الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية وهو مسؤول أيضا كبير في شعبة الاستخبارات الإسرائيلية. بالإضافة أنه في مجلس هذا المجلة يوجد شخص اسمه روبرت سيلفرمان وهو كان يشغل منصب العلاقات الإسلامية اليهودية في أمريكا سنة بين 2016 إلى 2018. فيها أيضا الجنرال جيمس وهو الجنرال متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية وكان أوباما يعني عينه مستشار أمن القومي. هذه جريدة إسرائيلية جريدة يهودية وهذا الرجل ينتمي إلى إسرائيل وهو يسكن هناك ويقيم هناك ولديه عدة مشاريع هناك. إذن يا أخي لا يلزمنا نحن المغاربة طيب. المغاربة يتبرؤون من كل إنسان لا يتمسك بالثوابت الوطنية ليس أوكي. بالضرورة أننا ندعو إلى قتله أو شيء من هذا القبيل. لا أقول لك أنا هذه العناصر يا أخي أسعد الشعب المغربي يقتلها بالتجاهل. هذه العناصر أقول لك شيء هذا المسمى الشرعي مقالته في المغرب والله لا يقرأها يعني أكثر من أصابع اليد الواحدة وهم الأعضاء الذين يشتغلون في جرائده ومجلاته طيب وهي مفلسة. أنا أعتقد شوف عندكم أنتم ذهنية تختلف يعني بصراحة تعاملكم مع يعني سياسة الدولة عندكم خطيرة ونفس طويل ويحرقوا المغرضين بطريقة بعامل الزمن. يعني أنا رحت العيون فوجدت انفصاليون في العيون وعايشين في بيوت وشقال وعنده سيارة وماشي وعايش داخل العيون وهو انفصالي والله العظيم وهو انفصالي ورأيتهم أيضا في الداخلة انفصاليون لا يؤمنون بالوحدة الترابية يرون أن هذه الأرض المفترض أن تكون دولة اسمها جمهورية الصحراء. وأكد لي كثير منكم أنا فتحت نقاش حول هذا الموضوع أن الحكومة تعلم بهم وتدري بهم وتدرك أنهم موجودون لكنها بطريقة ما أدري ليش تسمح حتى يضمحلوهم أو يعودوا إلى رشدهم من حيث الأساس. أعتقد أنها تتعامل مع المتصهينين بنفس الشيء. أبو الهيثم أسقطوا ولد العاصمة لا حول ولا قوة. هذا ما حاولت أن أركز فيه بأن دولتنا دولة المؤسسات ماشي دولة جديدة دولة تمتد في التاريخ سي أسعد. وعندما بداية ديالو لا يمكن أن يعرف واقع المغرب إلا من عاش فيه أكثر من كما فعل الكاتب والروائي والصحفي طلحة جبريل. طلحة جبريل هذا سوداني تزوج وتربى في المغرب فعرف حقيقة هذا المغرب. سيدي أسعد الدولة الديمقراطية دولة المؤسسات تؤمن بالاختلاف وهذا اللي ما عندكمش انتم في اليمن. عندما اختلفتم دخلتم في حرب دخلتم في تدمير البلد مع البيض ومع ليس اليمن يا أخي ليس اليمن المشرق بأكمله ما عندنا. خليك انت غير كجبت لك اليمن كالسورية أسعد خليني نتكلم الله. لا 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 لا, لا, لا تلزمنا بهذه الآفة الله يرحمنا بالوالدين. سد المايك يا أخي سد المايك لحظة خلنا نسكت الأخ هذا اللي صاحب المايك رأي المهاجر جميل. يا أبو الهيثم أصبروا أقول لك يعني أنتم عندكم حرية وعندكم اختلاف ليست الآفة في اليمن. حتى الدول التي تعتبر أنفسها متقدمة كالسعودية هناك ينشروك بالمنشار لمجرد أنك تختلف مع أي موضوع تقوله الذات الملكية. فلا تلصقنا بها الله يرحم والديك إحنا مساكين دولتنا مدمرة ومتآمر عليها. سير لا لا لا, لا نظام الحكم اللي ما يعرفوش الناس هذو. إحنا عندنا نظام الحكمة مش النظام السياسي. نظام الحكم عندنا نظام مستقر. الملكية عندنا ثابتة وقد تتغير من يقود كما في عهد محمد الخامس رحمة الله عليه رغم أنه كان صغيرا وأصغرهم هو الذي تولى الحكم لأن الضامن لصار هو هذا الحكم أصلا. وهذا هو ما لا بعرفه الإخوان الجزائريين سي أسعد. تاريخ المغرب هو
تاريخ المؤسسات التي كتحكمه من الاخر، وعلاقات البرين طيب. كما قلت انا علاقات. تفضل تفضل يا الله. انا يعجبني فيك يا ابو الهيثم انك بصراحه بمجرد المسير يلمحك او يأشر لك انك تتوقف تتوقف، بصراحه انت رائع في مساله التعاطي والتجاوب. انا الان تاتيني رسائل عبر التليفون الاحمر الخطير هذا، الكرت الاحمر، انا ممكن اعمله كرت احمر، هكذا كرت احمر. تاتيني رسائل انه لماذا تخوض في امور حساسه؟ ما ادري ما هي الامور الحساسه، يعني بمجرد انني ذكرت اماره المؤمنين. انتم في تركيبتكم المغربيه تخافون من شيء يا جماعه؟ عندكم خوف من حاجه؟ عندكم اشياء لا تحبون ان يثيرها الاخرين لانها مو مفهومه؟ اذا في شيء يا جماعه نبهونا علشان ما نغلطش. انا جاءتني رسائل الان، اخرج من هذا الموضوع، انت دخلت موضوع خطير، ستفعل. ما لكم يا جماعه؟ محاوله الفهم فقط. ايش فيكم؟ اماره صحيح. المؤمنين اسمها اماره المؤمنين، انا ما فاهمها يا جماعه. انا يا عالم يا مغاربه، انا عندكم في مراكش، وحد يفهمني اي شيء اماره المؤمنين؟ واذا سالنا قال لك انت تفتح مواضيع خطيره ومحساسه. حساسه ايش؟ ما خضنا في اسرار دوله ولا خضنا في شيء، خضنا في مبدا، خضنا في مبدا اسمه اماره المؤمنين. انتم تتحسسوا من شيء اخي ولد العاصمه عبد الله وحدي؟ شوف أخي اسعد، اذا سمحت لي، ولد العاصمه هي مسألة بسيطة جدا أخي أسعد. أولا السلام عليكم. هو نتكلم عن 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 أسرة حاكمة، عن دولة علوية عمرها يزيد على 400 سنة. نتكلم عن 1631. 1631 هذا التقي، هذاك الإمام الذي كان، الذي هو جدنا علي بن الشريف. نظام الحكم كيف بدأ؟ عن طريق البيعة، وكان هناك صراع ما بين السملال الدلائيين وما بين العلويين في تفيلالت، فأسر علي بن الشريف لدى أبو حسون السملالي، مع السملاليين، أبو حسون السملالي. فلما أسره أهدى إليه جارية وأقامه إقامة جبرية، لم يدخله السجن. فلما سئل أبو حسون السملالي لماذا أقمته إقامة جبرية وأهديت إليه جارية، وعلى فكرة مولاي إسماعيل هو ابن تلك الجارية التي أهداها أبو حسون السملالي لعلي الشريف، أجاب أبو حسون السملالي على أن علي الشريف نسبه شريف وهو من آل البيت، وأن جده الأكبر الحسن الداخل دخل في القرن السابع ميلادي إلى المغرب، بمعنى أن القبائل اجتمعت حول علي الشريف وبايعوه بيعة شرعية، وبذلك كون إمارة للمؤمنين على نهج الخلافة، هي تقريبا نفسها نفس الخلافة. ثم يأتي المغرب من بعد ذلك ويأتي أبناء. طيب يا أخي، لماذا 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 يا أخي، ما دام أن الموضوع لكم حقية الحكم، يا أخي حكمونا كلنا يا أخي، حكموا العباد كلهم وخلاص، والله العظيم. لا، هو أسعد شوف، عندما خلوا إمارة المؤمنين، هذه إمارة المؤمنين عابرة للقارات، يعني الملك محمد السادس هو أميرنا، أمير اليمنيين والسعوديين والحجازيين والكل، هكذا أحسن. لا، مع دخول كما كانت تحكمنا ها، مع دخول مفهوم الدولة القطرية يا أسعد، مع دخول مفهوم الدولة القطرية هناك دول بالمفهوم الحديث للدولة، لأن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. مغرب الأمس اليوم إذا أردنا أن نحدده على الخريطة، غادي نجبروا السنغال، وغادي نجبروا موريتانيا، وغادي نجبروا أجزاء من طيب الجزائر. لحظة نعم. طيب لحظة، أنا سأعرض عليكم الآن مقطع وأريدكم أن تعلقوا لي عليه كلكم. سنبدأ من ولد العاصمة، ثم القرش الأخ أبو الهيثم، ثم رأي المهاجر، ثم عبد الله نعود إليك، ثم هشام الموجودين، ثم ننزلكم جميعا ونطلع مجموعة أخرى جديدة، بنطلع وجوه جديدة بعدكم كاملين. علقوا لي على هذا المقطع. لحظة. المقطع للملك الراحل الحسن الثاني. أما المغاربة فأنا أعرفهم حق المعرفة وأفتخر بهم، فليسوا أكباشا، والله لو علموا أنني أسيرهم كما يسير بعض القادات شعوبهم كالأكباش، والله لما أطاعوني، والله لو علموا أن شخصا أو هيئة سوف تسيطر عليهم، والله
لأخذوا أسلحتهم ولاعتكفوا في المساجد ولفروا إلى الجبال حتى يبقوا كما كانوا دائما شعبا حرا لا يريد أن يسير بل يريد أن يخير. ما رأيكم؟ قولوا لي في هذا الكلام، علقوا لي عليه. ولد العاصمة. طيب أخي أسعد، رحم الله الحسن الثاني، رحم الله الحسن الثاني، يعني هو الملك الحسن الثاني طبعا كان بليغا جدا. أذكر أنه مقابل وصف الأكباش والذي ينفيه عن الشعب المغربي، الشعب المغربي ليس أكبه. أنت مغلق، أنت مغلق. لحظة عبد الله، ما بيفتح ميكروفونك، ما يسمعوك، ميكروفونك مغلق، واضح أنه مغلق. اسمع، اسمعوني، وممكن يعطي ناخذ الميكروفون عبد الله إن شاء الله. يعني الحسن الثاني تعرفوا أنه كان عنده قوة في الكلام، وكان يرتجل، كان ربما الرئيس العربي الوحيد الذي لا يقرأ من ورقة، من هنا من راسه وبعدة لغات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبما أنه في هذا المقطع، في انت معلق يا عبد الله. عبد الله ارجع وانزل، انزل وارجع، خليني انزلك وارجع مره اخرى، انت معلق لا نسمعك، تليفونك مقفل. خلوا الاخ عبد الله يرجع، وانقطع الكلام. اتمنى ابو الهيثم يجهز لي اجابه شافيه، والاخ ولد العاصمه، والاخ راي مهاجر، وهشام الذي عنده، والذي ما عنده يقول لي مشي الدور احسن عشان لا تخوضوا في امور ليست لكم. هذا الحسن الثاني ينفي وصف الاكباش، الأكباش يعني القطيع. الشعب المغربي ليس من صفاته أن يكون قطيعا. الشعب المغربي صاحب كلمة، صاحب رأي، لا يستطيع أحد أن يفرض عليه الوصاية. يعني ثقافة النعاج والقطيع والكباش هذه ليست من سمات الشعب المغربي. وهذا ملك البلاد يقول والله لو رأوني أنا غلطان لما سمحوا لي المغاربة، وهو ملك البلاد. فهذا أولا. مع وصف الأكباش هو وصف أيضا أوباش في مرحلة من المراحل، لأنه كان شديدا كما قلنا، وكان صريحا، وأنا يعجبني شخصية الرجل هذا، والله أموت في سيرة الحسن الثاني. ليس تزلفا لكم يا مغاربة، ولا تعجبني طريقته، تعجبني قوته. ما بين الأكباش والأوباش تتضح حزم هذا الرجل وقوة هذا الرجل، وكأنه يتحدث عنا اليوم. اليوم هناك من يريد أن يجعل من المغاربة قطيع، يلا يقول لهم شمال يروحوا شمال، يقول لهم يمين أو يروحوا يمين. وهذا يتنافى مع أبسط معايير الإنسان المغربي، الذي هي من أبسط معاييره أنه صاحب رأي وصاحب كلمة، يتيح له الملك الحسن الثاني أن يقول رأيه في ملكه، في ملكه، ملك البلاد. يقول لك والله لو رأوني غلطانا لخرجوا إلى الجبال، وخرجوا واعتكفوا في المساجد وما رضوا. لمصلحة من؟ أن يأتي اليوم من يصور الشعب المغربي على أنه شعب ممكن أن يدار، وأنه عاطفي، ممكن أن يجي واحد من بعيد يؤثر فيه ويغيره ويمشي كالقطيع وكذا. والله هناك مغاربة لولا أنني أعرف المغرب والمغاربة لتصورت أن المغرب كما يصوروه لي مجموعة قطيع ومجموعة خرفان أو أكباش يقودها فلان أو علان، لا رأي لها ولا كلمة لها ولا عقلها. تفضل يا خلونا نأخذ الذين لم يتحدثوا، نطلع من فوق إلى تحت، نأخذ هشام ثم رأي المهاجر ثم الأخ أبو الهيثم ثم ولد العاصمة. تفضل يا أخي اللي فوق، مو موجود. رأي المهاجر تفضل. رأي المهاجر تفضل. ولد العاصمة، أبو الهيثم تسمعوني؟ هشام جزائري أعتقد، خلاص راح. تفضل أخي المهاجر، نحن نسمعك. وهذا لا يبدأ عندك. رأي المهاجر يسمعوني؟ نعم، كان يتكلم رأي المهاجر. أبو الهيثم، أبو الهيثم ثم أنت ولد العاصمة، تفضل. طيب أبو الهيثم نائم. شوف أخي أسعد، الحسن الثاني كان يعرف جيدا من هم المغاربة. الحسن الثاني يعلم بأن قدوم أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من المشرق هربا إلى المغرب
السكان لم يبايعهم خوفا ولا طمعا، بل بايعوهم عن حب، وظل المغاربة متشبثين بملوكهم عبر التاريخ. أخي أسعد، كثير من الدساسيس وكثير من المؤامرات أبو حيكت الهيثم ضد معلق، يبدو المغاربة. أنه في مشكلة يا جماعة. لحظة لحظة يا كبسه يا ولد أخوان العاصمة، كبسه. ولد العاصمة، تسمعوني نعم تسمعوني، أسمعك جيدا. في مشكلة في اللايف، اللايف بدأ يترنح. كبسوا كبسوا، عدسوا عدسوا. أبو الهيثم لا يسمعنا، ولد العاصمة لا يسمعنا، تسمعنا يا لا أنا عبد الله أسمعك أسعد، مهاجر؟ تسمعني أسعد تسمعني. اضربوا 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 يا جماعة، اضربوا، مالكم؟ صلوا على النبي. طيب هل تسمعني أنا عبد الله؟ تسمعوا تسمعوا الشباب اللي في اللايف، تسمعوننا؟ طيب أسعد الصوت الو، الآن يصل، هل يصلك صوتي يا جود لايف أسعد؟ جود لايف. عدسوا عدسوا وكبسوا. أسعد لا يسمعني، أسعد تسمعني. اكمل اكمل يا ولد العاصمة. طيب الملك هنا يخاطب الشعب المغربي وهو يعرفه جيدا بأن جميع الدسائس لتفريق المغاربة عبر الزمن لم تنجح. حاول الفرنسيون التفريق بين العربي والأمازيغ ولم يفلحوا. حاول المد الشيعي الدخول للمغرب لتقسيمه وبث فيه المذهبية ولم يفلحوا. حاول اليساريون والملحدون وأتباع يعني الاتحاد السوفيتي الدخول للمغرب لزرع بذرة الشقاق والتفرقة بين المغاربة حتى يصبح ولاؤهم للاتحاد السوفيتي، وفشلوا واندحروا، ولم يبقى يعني صامد في المغرب إلا المغاربة الذين يوالون ملكهم ومتشبثين بعرشهم. لذلك أخي أسعد لا تستغرب، البعض يظن بأن الحديث في هذه الأمور قد يجلب عليه السجن، في حين أننا في الجامعات المغربية درسنا مفهوم إمارة المؤمنين، ودرسنا بأن السلطان هو الضامن لحماية يعني الدين والدنيا وتسيير أمور الرعية في الجانب الديني والجانب الدنيوي. هذه أمور عادية يا أخي أسعد نتناقش حولها، بالعكس نحن نرد طيب طيب الشبهات طيب والمغالطات. طيب طيب أنت تسمعني الآن؟ القرش يسمعني، أبو الهيثم يسمعني. إذا يا أبو الهيثم بنرجعك، بننزلك ونرجعك مرة أخرى. مهاجر تسمعني؟ مهاجر أسمعك أخي أسعد. وعبد الله الروكان يسمعني. عبد الله لا يسمعني. إذا عندي مشكلة في النت يا شباب. أنا سأنهي اللايف وأعود إليه من جديد، أحسن، لأنه واصل يبدو أنه في مشكلة، في مشكلة. وأنتم يا أخواننا المشاهدين كبسوا وعدسوا أسمعك ودعسوا. جيدا. لا لا، بيأتيكم الصوت متأخر. أنا سألغي اللايف ثم أعود، سألغي اللايف ثم أعود.